السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحليل وتقييم أداء الدولي المصري عمر مرموش مع فريقه إنتريخ فرانكفورت ضد فريق بوروسيا دورتموند في قمة الدوري الألماني في يوم الأحد. قبل البداية أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو سلوكاكو جديد، ونبدأ عقلة في التواصل أكثر. عمر شارك أساسي في تكيلة فريقه فرانكفورت ولعب المباراة كاملة 90 دقيقة بالتمام والكمال، تحصل على أعلى تقييم في فريقه فرانكفورت بتقييم 8 كتقييم على أداء المرضي. إحصائية في المباراة الآتي: سجل هدفين، الهدف الأول من علامة الجزاء والهدف الثاني بعد تمركز رائع داخل منطقة الجزاء. سدد 5 تسديدات، 2 منهم كانوا مؤطر وهو الهدفين، فيما 2 تسديدات كانت خارج المرمى وتسديدة واحدة ارتطمت في القائم. لم يصنع أي فرصة، نسبة التمرير توصل إلى 63%، أما نسبة التمرير الطويل وصلت إلى 100%، والمراوغات بنسبة 20%، ولمس الكرة 46 مرة وحصل على 4 أخطاء. عمر مرموش حاليا هداف الفريق في الدوري الألماني وكذلك المسابقة الأوروبية. عروض كبيرة هذا الموسم مع فريق فرانكفورت وتألق مستمر من مباراة أخرى، يبدع ويمتع ويقدم العروض الكبيرة. واحد من أبرز المحترفين المصريين هذا الموسم في أوروبا، يقدم عروض قوية مثل صلاح للأمانة. نتمنى التوفيق للدولي المصري عمر مرموش وهذا هو كوتش مدينة، وإلى اللقاء.